متتبعي قناه شوق قفاس، قناه الوكاله الاحترافيه شوق قفاس، كترحب بكم من جديد وجات باش تقدم لكم شقه المساحه ديالها كتفوق 114 متر، كتواجد في اقامه من اير بلس 2. عدد الشقق في هذه البنايه 3 ديال الشقق، الريد شوسي كتواجد فيه دوبليكس وبرومي ايطاج ابارتمون المساحه ديالها 114، وكذلك الدوزيام ايطاج. المهم كما شفتوا دخلنا لابارتمون، في الدخله ديال لابارتمون كيتواجد الاستقبال، صالون وسيجور. كما كتشوفوا المساحه ديال السيجور والصالون كبيره، والصالون مفتوح على السيجور. كما كتشوفوا لانستالاسيون ديال التلفزيون كيتواجد في القلب ديال السيجور في الدخله ديال لابارتمون، وكما كتشوفوا كذلك لانستالاسيون ديال الكليما كيتواجد في الصالون، والريدويات ديال السراجم الكتريك. الاطلاله ديال الصالون كيطلع على شارع ديال 12 متر، اطلاله ممتازه كما كتشوفوا. نعاود نذكركم بالمعلومات اللي خديناها عند صاحب الشقه. المساحه ديال لابارتمون كتفوق 114، وكتواجد في اقامه من اير بلس 2. الموقع ديال البنايه كتواجد في طريق عين الشقف في القرويين، قريبه من المسجد ديال القرويين، وكذلك المقهى ديال ميغادور. المرافق ديال لابارتمون كتكون من 3 الغرف وصالون وسيجور، والبنايه اوبوزي عندها واجهتين، واجهه كتطلع على شارع ديال 12 متر، وواجهه كتطلع على شارع ديال 20 متر. غتفضلوا باش نشوفوا الغرفه ديال النوم. الغرفه ديال النوم ديال لابارتمون كيتواجد فيها حمام، حمام عصري ممتاز، كيتواجد فيه باسك وكذلك حمام رومي ورشاشه. الحيوطه مزلجين من الارض حتى للبلافو، وكتواجد فوق هذا الحمام هذا سده، وبيت ديال النعاس كيتواجد فيها كذلك بلاكار. كما كتشوفوا بلاكار مغلف ومقسم كما ينبغي، كما كتشوفوا معنا بلاصه الامتعه وكذلك بلاصه علاقه الملابس، تقسيم ممتاز والتغليف كذلك. والنوعيه ديال الصباغه ديال الشقه بصفه عامه بلاتينيه ممتازه، وكذلك القبس ديالها سامبل مجهز باضواء خافته للسبوت. هذه الغرفه هذه كيتواجد فيها بالكون، الاطلاله ديالو كيطلع على شارع ديال 12 متر، مشمس في الفترة الصباحية. خليكم معنا في الفيديو باش نشوفوا المرافق الأخرى ديال لابارتمون، نشوفوا الغرف وكذلك المطبخ والحمام المشترك ديال لابارتمون. كما كتشوفوا هذا حمام بلدي كيتواجد قريب من الاستقبال مجهز للضيوف ديالك، وبالقرب ديالو كذلك كيتواجد حمام رومي. كما كتشوفوا الحيوطه ديالهم مزلجين من الارض حتى للبلافو، ومجهز في كذلك بفاسك، وكذلك كتواجد في السطح ديالو سده، سده ممتازه لوضع الامتعه اللي ما كتخدمهاش في الحياه اليوميه. وكيتواجد كذلك المطبخ، كما كتشوفوا المطبخ كبير، المساحه ديالو كبيره، وكذلك الحيوطه ديالو مزلجين من الارض حتى للبلافو. والديزاين ديال القبس كذلك سامبل مجهز بلي سبوت اضواء خافته، والاطلاله ديالو كيطلع على شارع كبير، شارع ديال 20 متر، وكذلك كيتواجد فيه جرده، وكيتواجد كذلك البالكون في هذا المطبخ، هذا اطلاله ممتازه ديال المطبخ سون فيزافي.
تفضلوا باش نشوفوا الغرفه الثانيه. هذه الغرفه ديال الجلوس كما كتشوفوا مجهزه للجلوس، الديزاين ديالها سامبل ممتاز، وكذلك الصباغه بلاتينيه، والاطلاله ديالها كتطلع كذلك على شارع ديال 20 متر، وكيتواجد في القلب ديالها كذلك لانستالاسيون ديال لا تيليفزيون. وكذلك كيتواجد فيها لانستالاسيون ديال الكليما، شقق فاس اللي كتواجد في طريق عين الشقف في رياض الياسمين. كترحب بكم وكترحب كذلك بالاستفسارات ديالكم وكذلك بالعروض ديالكم من اجل وضع الاشهارات للشقق ديالكم. وغتفضلوا باش نشوفوا الغرفه الثالثه ديال لابارتمون. الغرفه كيتواجد فيها خزانه من 4 البيبان، والنوعيه ديال الصباغه كذلك بلاتينيه كما كتشوفوا، والاطلاله ديالها كتطلع على شارع ديال 20 متر. جميع المرافق ديال لابارتمون كتطلع على الشارع ومشمسه، والبنايه اوبوزي كما كتشوفوا كيتواجد لانستالاسيون ديال لي طابل دو نوي، وكذلك لانستالاسيون ديال لا تيليفزيون، وكذلك لانستالاسيون ديال الكليما. نعاود نذكركم بالمعلومات ديال لابارتمون، والمساحه ديالها كتفوق 114 متر، وكتواجد في اقامه من اير بلس 2، في موقع ممتاز في طريق عين الشقف في القرويين، قريبه ميغادور وكذلك مسجد ديال القرويين. وكما شفتوا التصميم ديال لابارتمون ممتاز لاستقبال في الدخله ديال لابارتمون والمرافق الاخرى موقره. المهم نتمنى هاد الشقق تنال الاعجاب ديالكم. راه مازال الشقه في الطبق الثاني، وكذلك الدوبليكس في الطبق الارضي الريتشوسي. المهم نتمنى هاد الشقه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش متابعه الصفحه ديالنا على الفيسبوك وانستغرام شقق فاس، وكذلك القناه ديالنا على اليوتيوب شقق فاس. الى اللقاء، الى فيديو جديد، والى شقه جديده.